مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أهلا بالأصحاب. حلقتنا لليوم مليئة بالمعلومات وبالخبريات وأكيد قصة خبركن إياها، بس بداية ومثل كل حلقة منكون عم نحكي عن التصرف الجيد. اليوم يا أصحابي رح بحكي عن موضوع، هل كل العالم عندهم أحاسيس؟ هل كل العالم بتفرح وبتنبسط؟ أكيد بقلكن يا أصحابي أكيد كل العالم، الماما، البابا، المعلمة بقلب المدرسة، المدير بقلب المدرسة، أصحابي بالحي، أهل أصحابي، كل العالم يلي بشوفهم عندهم أحاسيس. الأحاسيس تبعولهم بتختلف ما بين شخص وشخص تاني، يعني في أشخاص بيكونوا طول الوقت مبسوطين، في أشخاص للأسف بيكون بعض الأحيان بضلوا معصبين أو متضايقين أو زعلانين، بس مش يعني هول الأشخاص ما بيكونوا مبسوطين إذا حكيناهم بطريقة هادية. ومثل ما قلت لكم تختلف الأحاسيس من شخص لشخص تاني، وأنا كمان بقدر تختلف الأحاسيس تبعولي من موقف لموقف تاني. يعني مثلا إذا وعيت الصبح واكتشفت أحد ألعابي اختفت، فلح بكون إحساسي إنه وين لعبتي، ولح بكون معصب. بينما إذا حصلت على علامة جيدة، الإحساس تبعولي رح بكون الفرح، رح بكون كتير مبسوط لأنه درست منيح وأخذت علامة جيدة. من هيك الأحاسيس تبعولي وأحاسيس كل العالم تختلف من وقت للتاني ومن موقف لموقف تاني. وأكيد الأحاسيس معقول تكون الفرح، الخوف، الحزن، أكيد البسط، معقول يكون إحساسي إنه كتير مبسوط بشخص إجا زارني، وإلى آخره من أحاسيس موجودة عند كل العالم. وأكيد لازم أتفهم كل أحاسيس تبعول الآخرين، ولازم أتفهم خاصة أحاسيس الحزن. يعني إذا إجا لعندي صديق كان حزين بقدر وسيه وإسمعه وأعرف ليش هو زعلان، ونقدر نتساعد مع بعضنا تنلاقي حل للمشكلة تبعولته. قصتنا لليوم بتحمل عنوان ترويقة وليد. اليوم وليد رح بخبرنا انه كل يوم كل يوم كل يوم هو بيتروق، ولازم جميع الاطفال كل يوم لما بيوعوا الصبح اذا رايحين على المدرسة او خلال نهاية الاسبوع لازم يتروقوا. وبقلنا كمان وليد انه خلال النهار لازم الواحد يتناول 3 وجبات، الترويقة، الغداء والعشاء. وبين هالوجبات وليد ما بينسى انه ياخد وجبة صغيرة او سناك يلي بتكون مؤلفة من الفاكهة او الساندويش الصغير. وليد كتير بحب الفواكه، وبعض الاحيان بيطلب ساندويش جبنة وبياخد معها خيارة، فهو كمان بحب الخضار. وبيعرف كتير منيح وليد انه لازم كل يوم يتناول الترويقة، فسألته أخته ليش لازم يا وليد نتناول الترويقة أو ناخد الترويقة الصبح؟ فقال لها الترويقة كتير مهمة، هي بتعطيني الطاقة، هي بتعطيني القوة تشارك بكل النشاطات خلال نهاري. وترويقة وليد بعض الأحيان بتكون مؤلفة من بيض المسلوق أو البيض المقلي، وبعض الأحيان ساندويش لبنة مع الخيار، وبعض الأحيان بحب يشرب كباية شاي مع الجبنة. وأكيد بقلنا وليد إنه كل شخص منا بحب يتناول شيء على الترويقة، فبعض الأشخاص حتى بيتناولوا الكاكاو السخن مع الكورن فليكس أو حتى كباية الحليب. وبيعرف كتير منيح وليد انه لازم كل يوم كل يوم كل يوم يتناول الترويقة. واكيد ما بينسى وليد انه يذكر كمان اخته كل يوم الصبح انه تتناول الترويقة تبعولتها. بسيني او كلب، بهيدي الفقرة دايما بكون عم بحكي عن حيوان او عن حشرة. اليوم رح نحكي عن حشرة يلي هي الصرصور. الصرصور هو حشرة صغيرة معقول نشوفه بقلب البيت، وعادة الصرصور بيجي
وبعيش بين الإنسان، بحب يعيش بقرب الإنسان وبياكل من أكله. من هيك بدنا نكون كتير كتير منطفين غرفتنا وبيتنا تما يجي الصرصور وياكل من الأكل المتبقي أو القلب على الأرض. بالعالم كله في حوالي 4600 نوع من الصراصير، وبعيش الصرصور بكل كل بلدان العالم، وبيقدر إنه يتكيف بكل أنواع المناخات. يعني الصرصور بيقدر يعيش بالمناطق اللي كتير فيها شوب، بس بذات الوقت بيقدر يعيش بالمناطق اللي فيها كتير برد. من هيك في أنواع من الصراصير يلي بتعيش بالمنطقة القطبية وين في كتير تلج وكتير كتير برد. ومثل ما قلت لكم إنه الصرصور بيعيش حد الإنسان وبيأكل من أكله، والصرصور بينقل أمراض للإنسان. من هيك لازم نكون منتبهين وننظف كتير منيح أوضتنا تما يجي الصراصير عليها. أسئلة صديقنا بوبو. مثل كل حلقة صديقنا بوبو بكون عم يسألني سؤال. اليوم سؤاله هو كيف تصنع أقلام الرصاص؟ لكن بحب أقول له لصديقنا بوبو أنه الأقلام الرصاص تصنع من الخشب وأكيد من مواد أخرى. في آلات متخصصة هي يلي بتعمل الأقلام، يعني هن آلات بيكونوا كتير كبار هي اللي بتقطع الخشب وبتزبط الخشب تيصير الخشب أقلام رصاص. وأكيد في كتير كتير أنواع من أقلام الرصاص. في الأقلام الرصاص يلي بتكتب بخط كتير رفيع، منها بتكتب بخط عادي ومنها بتكتب بخط طخين. بحب لكم يا أصحابي كمان وأكيد لبوبو إنه مش بس في أقلام رصاص، في كمان أقلام تلوين بيكونوا مؤلفين من الألوان وبنقدر نلون من خلالهم. بعض أقلام الرصاص بيكون من على رأس القلم في ممحات بنقدر إذا تغلبطنا نحن وعم نكتب نمحي. وآخر شغلة بحب قلو إياها لبوبو وأكيد لكم إياها إنه القلم الرصاص برفقنا طول أيام حياتنا، منضل نستعمل قلم الرصاص طول أيام حياتنا. لح اتعلم شي جديد، الفقرة ما قبل الأخيرة، ويلي اليوم لح بحكي عن آلة البيانو. آلة البيانو هي آلة موسيقية كتير كبيرة مؤلفة من مفاتيح بيض ومفاتيح سود. على المفاتيح البيض وعلى المفاتيح السود منقدر نعمل الموسيقى. تم اختراع البيانو عام 1700، واجت تسمية البيانو من خلال تسمية او من خلال كلمة بيانو فورتي ويعني اللين. عادة تصنع مفاتيح البيانو من عاج الفيل، وبالبيانو في حوالي 12 ألف قطعة فردية تركب مع بعضها تتصنع آلة البيانو. وبالبيانو في عنا 88 مفتاح أبيض و52 مفتاح أسود. كل هالمفاتيح بتعطينا الموسيقى، وهالموسيقى هي بتكون مؤلفة من أصوات الموسيقى اللي هي دو ري مي فا سول لا وسي. وبحب لكم آخر شيء يا أصحابي إنه آلة البيانو في عدة أنواع منها. في البيانو الكبير وفي كمان البيانو الرقمي أو الكهربائي. ماذا لو؟ السؤال يلي بيتكرر بكل حلقة، واليوم ماذا لو وجعني حلقي، يعني صار في عندي ألم بزلعيمي، شو لازم أعمل؟ أول شيء لازم أخبر الماما والبابا إنه زلعيمي عم توجعني أو عندي ألم في حلقي. أكيد بقدر روح عند الصيدلة مع الماما أو مع البابا، وأكيد الصيدلة بيقدر يعطيني دواء تيخفف من ألم حلقي. وأكيد إذا كان ما علي حرارة منه ضروري إنه أبقى بالبيت، بس ببقى بالبيت
إذا كان علي حرارة وعم يجعوني كتير زلعيمة. ولما بيجعوني زلعيمة أو بيصير في عندي ألم في حلقي، ما لازم أبداً 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 أشرب مي باردة، لأنه المي الباردة رح توجع لي زلعيمة أكتر وأكتر. بل لازم أشرب سوائل فاترة ومنها سخنة، يلي هي بتريح لي ألم حلقي. وإذا ضل في عندي حرارة مرتفعة، لازم أكيد روح عند الطبيب. ولازم ارتاح إذا علي حرارة، لأنه الريحة هي لح بتساعد جسمي ولح بتريحه ولح بتخفف الحرارة. وأكيد باخد الأدوية يلي بيوصفها الطبيب. بنهاية حلقتنا، أنا كتير انبسطت إنه شاركتكم بحلقة جديدة، وإذا الله راد بنلتقى بحلقة جديدة. تبعوا على حالكم والله يكون معكم.